مش معنى ان انت بتبصي على مشكله وتقولي اه احنا عندنا المشكله دي يبقى انت بتسوقي سمعه اي حد، ما هي موجوده، محدش يقدر ينفي وجودها. مكتوب على قلبنا نصبر ونتحمل مهما يزيد حملنا بنشيله ونكمل نجري ورا حلمنا نقوم من الاول. انت عشان توصلي الجزيره مبدئيا بتسيبي عربيتك بره وبتاخدي معديه تعدي للجزيره، وانت بقى جوه في الجزيره مفيش اي طريقه مواصلات، انت في الموضوع من اول ما بتحطي رجلك الصبح لحد ما بتمشي. الناس الحقيقه كانوا فاتحين لنا بيوتهم، مستضيفيننا استضافه يعني كريمه جدا. كنا بنصور مشهد الموت بتاع البنت لما ماتت وانا دخلت عليها المستشفى، المانيتور محطوط بره في الشارع، فالستات بتوع الحاره عمالين يعدوا رايحين جايين، فلما شافوا مشهد الموت كذا واحده خدت بنتها في حضنها وقعدت تعيط وجريت على البيت. فده في حد ذاته تغيير، انت متخيله اتفرجوا على مشهد واحد، هي شافت الحدث قدام عينيها، فهمت ايه اللي ممكن يحصل، ممكن جدا تقرر مش هتعمل العمليه دي لبنتها. عرض الفيلم الاولاني كان البريمير في مهرجان اسوان للمراه، ده كان رد فعل بالنسبه لي مفاجئ شويه او ما تخيلتوش، حسيت قد ايه هم لقوا ناس شبههم بتتعرض لعنف، ضرب، لاهانه، بقوا يسالوا اسئله زي انت ما خفتيش من الطلاق؟ ما خفتيش من كلام الناس؟ احنا وصلنا للناس، عملنا للناس الناس عايشين، اللي هو انت بتعكسي لهم نفسهم في المرايه عشان بصوا انتوا في ايه؟ في بعض الناس فعلا بتشوف نفسها غلط فبتحاول تصحح. بشوف ان الفن المفروض يبقى ملهم للناس، ممكن يطرح اسئله مش بالضروره يديكي اجوبه للحاجات.